في 17 مارس 1935 اتولدت أماني حسن أحمد ناشد، الشهيرة أماني ناشد المذيعة التلفزيونية الراحلة الشهيرة. أماني ناشد توفي والدها وهو هي عندها 7 سنين، كان عندها أخ ولد اسمه محمود أخوها وبنت أخرى، والدتها عكفت على تربيتهم، خالها طبعا ساعتهم وجه سكن معاهم في نفس المنزل. أماني ناشد كانت مستمرة في الدراسة لغاية ما حصلت على التوجيهية أو الثانوية العامة، بعد كده التحقت بكلية الأداب، التحقت بكلية أداب قسم اجتماع، اتخرجت سنة 57. بمجرد تخرجها من الجامعة التحقت بالعمل في مبنى الإذاعة، مبنى الإذاعة كان قبل كده في شارع اسمه شارع الشريفين في القاهرة، واستمرت 3 سنين بتشتغل في الإذاعة اللي هي في الشريفين لغاية سنة 60 لما قرر عبد القادر حاتم اللي هو كان وزير الإعلام وقتها إنشاء التلفزيون المصري، وبالفعل أنشأ التلفزيون أو مبنى ماسبيرو في منطقة ماسبيرو على كورنيش النيل مباشرة، وقرر دمج الإذاعة والتلفزيون مع بعض في مبنى ماسبيرو. أماني انتقلت من الشريفين إلى مبنى ماسبيرو، وانتقلت كمان كانت من أوائل المذيعات اللي اشتغلوا في التلفزيون المصري. في نوفمبر 1962 اتجوزت المخرج خليل شوقي، أنجبت ابنتها الوحيدة دينا، لكن أماني الحقيقة لم تستمر هذه الزيجة كتير وانفصلت عن المخرج خليل شوقي. بعد كده أماني التحقت بالعمل في التلفزيون، قدمت برامج كتير، قدمت برنامج عزيزي المشاهد رأيك إيه، وقدمت برنامج على شط النيل كان دايما بتشاركها فيه الراحلة همة مصطفى، قدمت برنامج سهرة مع فنان، قدمت برنامج كاميرا 9 اللي استمرت تقدمه لغاية وفاتها. أماني كانت ساكنة في 29 شارع أمين الرافعي في الدقي، وكانت نشيطة جدا في حياتها، وكانت تحب الاستيقاظ مبكرا ودايما نشيطة وكأنها دينامو في التلفزيون. كانت بتكره دايما سيرة الموت، تتعمد انها ما تقراش صفحة الوفيات، كان زمان في صفحة كده للوفيات في الجرايد اعتقد انها لسه ما زالت مستمرة، كانت ما بتحبش تقراها خالص، وكانت دايما لما تروح اي عزاء تتعمد انها ترتدي بني مش ترتدي اسود. سنة 79 أماني كانت في رحلة مصيفية لبلغاريا، كان زمان بيطلعوا رحلات كده مثلا اسبوعين لدول اوروبا الشرقية او دول اوروبا يعني، فراحت كانت في رحلة بتصيف في بلغاريا سنة 79، كانت تصحبها بنتها دينا. شعرت أماني بآلام كتيرة، لما رجعت كشفت واتضح ان عندها مرض خبيث في جسمها، عملت جراحة سنة 79 برضو في 11 سبتمبر، لكن الحقيقة اتضح ان المرض انتقل لمنطقة اخرى، ادى ده لتدهور صحتها بشكل يعني كبير. في الفترة دي عادت لعصمة زوجها مرة اخرى خليل شوقي، واستمرت معاه حتى وفاته. أماني ناشد كانت في التلفزيون مستمرة لغاية ما تأكدوا الأطباء ان عفوا يعني المرض الخبيث ده وصل لمنطقة المخ، وانها يعني سوف تدخل في غيبوبة عاجلا أم آجلا، وقد كان بالفعل، ودخلت أماني في غيبوبة استمرت فترة، توفيت في سنة 1980 في 4 فبراير. أماني ناشد توفيت بسبب المرض الخبيث اللي كان منتشر في أجزاء كبيرة من جسمها، ليس انتحار كما ردد البعض. رحم الله المذيعة الراحلة أماني ناشد. أنا سعيدة جدا أن أنا شفتكم في الفيديو القصير ده، إن شاء الله بنتقابل كل يوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكرة إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكل اللي تابعني، ما تنساش لايك لو عجبك الفيديو. دمتم في رعاية الله.